وقد نشر في مجلة المثقف كتبتها بالفرنسية وكل مداخلتي بالفرنسية وحاول المثقف، يقول: ولعل من أهم أسباب بقاء الإباضية في القرن الحادي والعشرين قرن الحضارة والفكر المتقدم على الأرجح هو الاعتدال الذي تميزت بهذه الفرقة عن باقي الفرق الأخرى، ويبقى الاعتدال صفة الإباضية على مر الزمن وإلى اليوم، وهو عامل مهم من عوامل تقدمها السياسي والحضاري التي تنفرد به دون الفرق الأخرى. وأنا يعني فقط أوردت هذا لأقول نجد كل الآراء، وعادة ما يعرف الكتاب والمحاضرون ويعرف الإباضية أنفسهم بأنهم مدرسة تلجأ إلى السلم والحوار. يعني السؤال الذي كنت قد طرحته وكثيرا ما تناقشت مع، وخصوصا وأنتم تتصورون وأعرف أن في القاعة كثير من أهلي من الجزائر، كان بحكم اندماجي مع الحياة الجمعوية في فرنسا كانت تطرح علينا كثيرا هذا السؤال عندما كانت الحرب الأهلية تسير في الجزائر: لماذا العلماء والمثقفون لا يتخذون موقفا؟ إن الإسلام يدعو إلى العنف، وهناك فيلسوف وهو صديق وكتب كتبا من بين كتبه المترجمة للعربية قاموس العنف، وهو جوماري ميلار، وهو الفيلسوف والناطق يعني الرسمي لهذه الحركة في فرنسا، وهو صديق وقد كتب كتابا وقال فيه، سأقول عنوانه بالفرنسية: ديزارمي لي ديو لا نون فيولونس دون الكريستيانيزم الإسلام. كيف أترجمها يا دكتور؟ نزع السلاح، انزعوا السلاح عن الإله، مع احترامنا للمشايخ، في عند الإسلام. ويقول فكرة معينة وأتناقش دائما معه: إن الإسلام كان لا عنفيا في فترته المكية، وهو عنفي ومشاكس في الفترة المدنية، والمسلمون يقولون إن القرآن المدني أو القرآن الذي نزل متأخرا ينسخ أو هو أحق من القرآن المتقدم، هكذا أعتقد حسب ما قوله. يقول: لو أن المسلمين قلبوا الوضعية وأصبح المكي أرجح من المدني لكان المسلمون. طبعا هذه فيه نقاش، فقط أشير إلى هذه الأشياء وأرجو ألا تأخذ من نقاشنا، ولكن العالم كله ينظر إلينا، العالم كله يتساءل، العالم يريد أن يعرف مفاهيم هذه الآيات القرآنية والأحاديث. وعندما ربما تقرأ السير والتاريخ كثيرا ما يؤرخ المسلمون للبطولات، ولهذا السبب، وكانت فرصة وأنا أفكر في هذا، قد نسيت أن أقول أدرس الوساطة وعلم حل النزاعات، وكثيرا ما تناقشت، وفي أعتقد في سنة 2001 أجرينا ملتقى دام يومين أعتقد، وكانت وزارة الخارجية الفرنسية طرف في هذا الملتقى، وهو في جامعة فرنسية سي لو كنام لو كونسيرفاتوار ناسيونال داريميتي الذي كنت أدرس فيه، وحاولنا أن نقارن بين طرق حل النزاعات وإصلاح ذات البين بمختلف الثقافات من اليابان إلى إفريقيا، وقد قدمت طريقة مزابية في حل النزاعات مع الطريقة الأوروبية التي، وفوجئت، وكان الملتقى يعني قاعة أونانفي مدرج مالي، كثير من الحاضرين الذين لا يعرفون شيئا عن هذا جاءوا ليروا كيف يحل، وكثير من الملاحظات. فقط أريد أن أقول من خلال هذه الأقوال أننا أن التساؤلات، وعلينا دونك اللاعنف، ما هو اللاعنف؟ اللاعنف أداة قوة استراتيجية تحرر ووسيلة لاستنهاض الحياة كله في المقاول الأول. يعني فاللعنف يدفع الناس في طلبهم للعمل العادل والأخلاقي إلى فعل وأعتقد أن كل هذا ستجدونه. المهم باختصار، اللعنف هو ليس الاستسلام، ليس الخنوع. اللعنف، الرجل المسالم هو الرجل الذي يرفض الظلم، يرفض
أن يكون أي مخلوق على وجه الأرض مهما كان توجهه أن يعامل بعنف أو تسلب حريته، هذا هو الأساس. والعنف، لا عنف المطلق لا يوجد. فغاندي وكثير من، ونجد هذا في الإسلام، قال إذا خيرتم بين لاشتي الخضوع أو الخنوع والفضيحة والعنف فاختاروا العنف. يعني الحكمة في اللاعنف هو أن نقاوم وأن نمنع الظلم وأن نقيم العدل بوسائل سلمية، هذا هو الفرق. إذن نذهب إلى الدرجيني. لماذا اخترت الدرجيني؟ لأن الدرجيني من علماء الإباضية الذين هو عالم وابن عالم من أسرة عالمة، وقد اطلع على كثير من كتب السير التي سبقته. وكتابه هذا طبقات الدرجيني الذي خرجه الشيخ طلاي هو بطلب كما يقول البرادي، وهو عالم وشيخ قد كتب كتابا أشار إلى ما أخل به كتاب الطبقات، أن عزابة جربة طلبوا منه أن يكتب هذا الكتاب. ثم لماذا أقول هذا؟ لأنني أشرت وقلت لا عنف وثقافة السلام في المدرسة الإباضية من خلال، هل الدرجيني يمثل أو يستطيع أن يكون نموذجا ناطقا باسم المدرسة الإباضية؟ نعم الجواب، ولهذا اخترته. فسأذهب مباشرة إلى عرض كثير من المؤرخين. أريد فقط أن أقول بأنني لست مؤرخا، ولا تناولت هذا الموضوع ليس من زاوية تاريخ، ولكن عندما يعمل المؤرخون ويحقق الكتب فإن حققت واعترف بها أهلها، بما أن هذا الكتاب عند معشر الإباضية في العالم يعترفون به، والكتاب قد كتب ليبعث إلى عمان، وهو معتمد من معتمدات الإباضية، فإن هذا الكتاب معنى ذلك أنهم يدرسون لأبنائهم، أنه وسيلة دو ترانسميسيون للاتصال والتقديم والتربية بالقدوة. لن أطيل فيها. إذن فهو معتمد عند الإباضية وكل ما يكتب فيه، وبما أن الباحثين والدارسين يقولون كالدكتور عوض خليفات، وأحيلكم إلى مقالته في مجمع اللغة الأردنية، كتب مقالا قيما وشيقا عن طيب أحبذ الرؤية. إذن فقد كتب كتابا وقال فيه. إذن هذا الحصة أو الفكرة الأولى التي أريد أن هو استعمال أبو عبيدة عبد الحميد رحمه الله، يعني على سأطبق قاعدة أطبقها في الإنجليزية، عندما أضطرب عليكم أن تقولوا إني مضطرب وربما أشرب شربة ماء، هذا هو اللا عنف. هذا سي اون ديمونستراسيون عرض العنف. إذا حسست بشيء من الاضطراب عليك أن تشرب ماء وأن تنظر وأن تقول لمن يسمعك بأني مضطرب. فقط أريد أن أقول من الأمثلة التي اخترتها، وكثيرة هي الأمثلة، من بين الأمثلة هو مثال عند إباضية نفوسة طرابلس، عندما توفى دعا عامة أصحابنا tout est devant moi, j'arrive pas à comprendre comment. Bon, je vais reprendre doucement. القصة هي أنه إباضية من طرابلس توفى عامل دول عبد الوهاب إمام تهرت، فكتبوا إلى الإمام يقولون له هل لك أن تعيننا عاملا أي واليا خليفة على عاملك المتوفى. فخطبهم الإمام أن تشاوروا وأشيروا إلي بمن أعينه في مكانه، فاستشاروا واختاروا أبو عبيدة عبد الحميد رحمه الله.
وأخبروا الإمام، وكتب الإمام إلى هذا الشيخ وقال له إني عينتك عاملا، وهذا الشيخ قال إني ضعيف، إني ضعيف، لا أريد أن أتولى أمر المسلمين. وكتبوا إلى الإمام وقالوا هذا ما أجابها الشخص الذي اخترناه، وأجابه إنك إن كنت ضعيفا في الجسد فاشتغل بأمور المسلمين، الجسد بأمور المسلمين سيقويك الله، إن كان ضعفك في المادة فلك من بيت المال المسلمين. والثالثة نسيتها، نعم عليك بالتكوتي. طيب المهم ليس العبرة، ورجعوا إليه وقال هذا ما قال الإمام، وقال أمهلوني لأستشير عجوزا. تصوروا لو قيلت الآن، فذهب فاستشار عالمة، وقد رأينا المحاضرة القيمة التي ألقاها الأستاذ بعد ذلك. وماذا قالت هذه العالمة؟ هل يوجد أعلم منك وأقدر منك ممن تعرف؟ فقال لا، قال فعليك بتولي أمر المسلمين، ورجع عليهم وقبل. وبدأت تحليلي في هذه القضية قبل أن أستمر، هو الصيرورة، البروسيسوس، كيف يكون ما نسميه الآن من بين ثقافة السلام أن نقيم الديمقراطية. هذا الحوار الذي يوجد بين الإمام وبين الرعية، ويعني أن للمرأة مكانة، وهذا التشاور هو عنوان. ثم إن العالمة الصالحة ماذا قالت له، وهو مبدأ نطبقه في تكويناتنا في العنف، بدل أن تجيبه مباشرة بعد أن طرح عليها السؤال، طرحت أجابته بسؤال آخر، وقالت له هل تعرف ما نقول له، يعني أن هناك مرآة، قامت يعني ردت إليه الجواب بسؤال، لأن القرار سيتحمله هو وعليه. ثم وبعد ذلك ظهر مخالف، أو ظهر يعني أحد من المشاكسين يضرب يعني في نفس المنطقة، يتهجم على الناس. فصبر عليه هذا العامل وكتب إلى الإمام وقال هل تسمح لي أن أهاجمه؟ فأجابه الإمام عليك أن تلاينه وتحاسنه وتحسن، يعني رغم أنه يتهجم، فإن هاجم عليكم فدافعوا على أنفسكم. وعندنا كثير من الأمثلة، إلا أنني قد تجاوزت، أعتقد أن بالخلاصة نصف دقيقة قد فهمتم بأن في ثقافتنا في القرآن يعني وقضية العنف نوقشت قبل أن يولد الإنسان، عندما تناقش الله سبحانه وتعالى قال أتجعل فيها من يفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك. إذن هي قضية قديمة وستستمر، لا يمكن أن نزيل النزاعات على وجه الأرض، ولكن ليس العيب أن نختلف، العيب أن نعرف كيف نختلف. وعندما تكون هناك مدرسة فكرية تورد في كتبها دروسا وتعطي أمثلة لمشائخ جنحوا إلى السلم وصبروا، ولكن يعني قاموا بالعدل، لأن قضية العدل عند الإباضية هي قضية مركزية، العدل، إن الله عدل عند الإباضية كما أن عند الآخرين. هذا ما أريد أن أقول، وأتأسف، ربما سنضيف إضافات في النقاش. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ سليمان تونسي على هذه المداخلة عن الدرجيني، وركز كثيرا على ثقافة اللاعنف وثقافة السلم، وأعطانا مثالا واحدا عن الدرجيني. وربما من مما يدل على سلمية الدرجيني ولا عنفه، لما كتب كتابه تغاضى عن القرن أو 50 سنة الأولى لم يكتب عنها في طبقاته، فقال هذه طبقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهم أنوار مضيئة، لا أدعي أنني أكتب عنهم أو لا أكتب عنهم، فهم أكثر شهرة من أن أعرف بهم. فانطلق من 50 الثانية، وذلك حتى يتفادى الانتقاد وحتى يتفادى العنف الآخر، ربما سيقول، ربما الطرح الإباضي في قضية الفتنة الكبرى تفادى كل ذلك، ربما زمانه لم يكن مناسبا لكي يقول شيئا في هذه الخمسينية.
إذن شكرا للأستاذ سليمان تونسي، ومباشرة إلى الدكتور الأستاذ دكتور فوزي البدوي أستاذ التعليم العالي.